اهلا بكم. طيب هنتكلم النهارده ان شاء الله عن تامل الحركه. الحركه ليها بعد فلسفي عميق عميق جدا. هنحاول مع بعض ان شاء الله النهارده نبسط مفهوم الحركه ونشوف علاقه الحركه بالتامل. اولا عايزين نبدا نعرف الحركه. ما هي الحركه؟ الحركه هي مظهر خاص جدا وهام للطاقة، وبالتالي الحركة هي صفة من صفات الروح. الحركة هي قوة دافعة مصاحبة للجسم أو العنصر، محدودة بين نقطتين. النقطتين دول بيتميزوا دايما بأن كل نقطة ليها جهد مختلف. يعني إيه حركة؟ الحركة ببساطة هي صفة. طب يعني ايه صفة؟ الصفة هو ظل لأي عنصر. تاني هنبدأ نركز في كلمة صفة علشان نرجع لكلمة حركة. لما اقول الأسد قوي زي ما احنا قلنا قبل كده، الأسد هنا هو العنصر، القوة هنا هي الصفة. يبقى إذن الصفة دايما هي حالة مصاحبة لعنصر ما. يبقى لما أقول أسد قوي يبقى لما بوصفه بجيب الحالة بتاعته. الحركة كده، الحركة هي صفة الروح. تاني أنا بقول الأسد قوي، القوة هنا هي إيه؟ هي صفة الأسد. الروح اللي احنا بنحاول كل قوتنا نقرب منها، نفهمها، نوجد لها قالب معين نقدر ندركه فيها، ليها صفات. صفة من صفاتها هي الحركة. يبقى إذن أي عنصر إذا كان ساكنا في الحالة دي صفة الروح مش بارزة فيه. صفة الروح مش بارزة فيه. أول ما اتحرك أبقى عارف ومتأكد إن في حالة روحية عاشها هذا العنصر أو هذا الأوبجكت. الألم ده لو ثابت وأنا ما لمستوش هيفضل طول عمره ألم. إنما لو توني مسكه وكتب بيه، حركه، استخدمه، الألم هياخد صفة جديدة وهي صفة الحركة. هذه الحركة ستأخذ جزءا من الألم وهتاخد جزء من مين؟ من توني. وفي الحالة دي هذه الحركة هتكون صفة مين؟ صفة الروح. فمش غريب ان احنا نسمع ده ألم أحمد، ده ألم علي، ده ألم طه حسين، ده ألم دكتور سيد نصار. يعني ايه ألم؟ هو ألم واحد، انما اللي كتب الألم طبع جزء من الانديفيدواليتي بتاعته على الألم. جميل جدا. يبقى اذا هذه الأمثلة بتأكد لي ان اي حركة في الدنيا لازم أبقى عندي إدراك قوي جدا للمعنى اللي أنا بقوله ده، إنها صفة للروح. أي حركة، أي حركة. وإحنا قاعدين واحد جاء مسك معاه كورة صغيرة بدأ يحركها، في هنا روح، روح الحياة اللي بترمز للاتنين اللي بيلعبوا. موجودة فين؟ موجودة في الحركة، موجودة في السناب شوت اللي الكون بيبدأ ياخده. جميل. يبقى إذن الحركة ببساطة هي صفة من صفات الروح. ما دامت وجدت الحركة، ما دام الحركة اتوجدت، يبقى معنى كده في المكان ده، في الزمن ده، في حالة روحية. في حاجة بنسميها روح. في حاجة بنسميها طاقة. طيب ما دام موضوع الحركة ده موضوع مهم، وما دام الحركة دي صفة خطيرة جدا من صفات الروح أو من صفات الطاقة الكونية، عايزين نبدأ نشوف الحركة دي إيه العوامل اللي بتأثر فيها. واحد من أهم العناصر اللي بتأثر في الحركة هي حجم القوة الدافعة. أنا لما أمسك كورة وأرميها كده غير لما أمسك كورة وأرميها بقوة أكبر. يبقى إذن الحركة هنا من العناصر المهمة اللي بتأثر فيها هي القوة الأساسية اللي بدأت أتحرك بيها. القوة الأساسية اللي بدأت أقصف بيها الكرة. كلما كانت القوة الدافعة كبيرة كلما زادت السرعة، كلما ظهرت الحركة. اتنين، اتجاه الحركة.
احنا قلنا من شوية في التعريف ان الحركة دايما بتكون محدودة بين نقطتين. انا حرمي الكورة من هنا لهنا. ايه النقطتين دول؟ النقطتين دول دايما بيكون فيهم حاجة بنسميها فرق ضغط، فرق حالة. دايما الحركة بتتنقل من مكان كبير لمكان صغير. اي مية لما تتحرك بتتحرك منين؟ من مكان عالي لمكان اقل. اي فرق جهد في بطارية او في سلك، الالكترونز اللي هي الكهرباء اللي احنا نعرفها دي عبارة عن ايه؟ دي عبارة عن حركة بين نقطتين، نقطة جهدها عالي ونقطة جهدها منخفض. في حاجة هنا، لا في سر. احنا قلنا الحركة هي صفة من صفات الروح. يبقى اذا ما دام الوجود الحركة معتمد على قطبين، يبقى اذا طاقة الروح لازم تكون موجودة فيه، في قطبين. في حاجتين هنا بيحكموني، موجب وسالب. على اساسهم كل ما يكون الفرق كبير كل ما الحركة زادت، كل ما الروح بتحاول بقدر الامكان تظهر في الحالة دي. يبقى اذا قانون الثنائية هو قانون مهم جدا، وهو اللي بيحدد الحركة، ومن الحركة ببدأ اشوف صفة من صفات الطاقة او الروح. ثالث عنصر من العناصر المهمة قوي هي نوع الوسط. لما انا ارمي كورة في مية غير لما ارميها في الهواء، الوسط بيعمل ريزيستنس، بيعمل مقاومة. كل ما الوسط كان بيقاوم الحركة كل ما الحركة كانت أبطأ. لازم أبدأ أختار الوسط اللي أبدأ الحركة فيه. الوسط هنا معناها الظروف. لازم أبدأ أحكم البيئة اللي بتتحرك فيها الحركة، البيئة اللي بتتحرك فيها الروح، البيئة اللي بتتحرك فيها الطاقة. احنا بدأنا بقوانين فيزيكس، حركة نقطتين موجب سالب. انما ده الانعكاس تاني، هو ده الهدف من المحاضرة، ان احنا نشوف الانعكاس ده على معاني اعمق، زي الروح، زي النفس، زي الفكر. يبقى تاني نبدأ واحدة واحدة، عشان هنطلع واحدة واحدة، هنبدأ سلمة سلمة نراجع اللي قلناه. احنا قلنا ايه؟ قلنا الحركة صفة. صفة ايه؟ صفة الطاقة. في طاقة في مكان ما، في روح قوية في مكان ما، لازم نبدأ نلاقي حركة. الحركة بركة، كلمة غريبة جدا ظهرت عندنا في طقوسنا القديمة وفي أفكارنا القديمة وفي تقاليدنا القديمة. حقيقي الحركة بركة. ليه الحركة بركة؟ لأن البركة مظهر من مظاهر الروح. يبقى كانوا بيعلمونا زمان الجملة دي علشان نفهم إنه ما كانش قصده يقول الحركة بركة، كان قصده يقول الحركة صفة من صفات الروح. يبقى إذا هذه الحركة بيكون بين نقطتين، نقطة بيكون مرتفعة ونقطة بتكون منخفضة، سواء في المكان، سواء في النسبة، سواء في الضغط، سواء في فرق الجهد، سواء في الشحنة زي ما هنشوف بعد كده. اتجاه الحركة مهم. لو أنا قدامي قطب موجب وأنا قطب سالب وحركت في الاتجاه ده، السرعة هتكون قوية جدا، هتكون قوية جدا. إنما لو أنا قذفت بحركة في اتجاه مختلف السرعة هتكون أقل، لأن بطبيعة الجسم ده هيبدأ إيه؟ يلف، هيغير اتجاهه علشان يوصل للنقطة اللي قدامه. تاني، قوة دافعة مهمة جدا، لازم تكون قوية. اتجاه الحركة هنا مهم جدا، كل ما كان اتجاه الحركة أقرب لفرق القوة كل ما زادت السرعة. نوع الوسط هنا مهم جدا، كل ما الوسط كانت مقاومته أقل كل ما الحركة كانت أسرع. فرق الجهد، كل ما كان في اختلاف بين النقطتين مرتفع كبير ومرتفع صغير، المية هتنزل بصورة أسرع، الحركة هتكون أسرع. زائد آخر نقطة مهمة جدا، وهي خصائص العنصر. شكل العنصر بيفرق معي. لو أنا رميت كورة غير لما أرمي مكعب، لو أنا رميت كورة غير لما أنا برمي مكعب، المكعب هيلاقي ريزيستنس أكتر، هيلاقي مقاومة أكتر. ده بالنسبة للفيزيكس. نلاقي الفيزيكس ده هو موجود بصورة أمثلة هنتأملها مع بعض علشان نعرف أنا قصدي إيه، أو أنا عايز أتكلم على الروح والطاقة بأني صورة. الريح
دايما الريح بتتنقل من منطقتين مختلفتين، منطقة بنسميها منطقة الضغط المرتفع، بتبدأ الرياح تنتقل لمنطقة الضغط المنخفض. هنا في قطبين، في حالتين، هي نفس صورة الحركة. الكهرباء، الكهرباء هو عبارة عن تيار من الإلكترونات ينتقل من قطب إلى قطب آخر. كل ما كان القطبين في فرق كبير بينهم، كل ما بقى في تيار قوي. فرق الجهد لما بيزيد، التيار بيبدأ يتدفق بقوة دفعة كبيرة. الجاذبية، كل ما كان في جاذبية قوية، تبدأ التفاحة الصغيرة الموجودة في الشجرة تعرف إنها لازم تقع، لازم تنفصل عن الشجرة بتاعتها. كل الحركات دي مش فيزيكس بس، لا، ده روح، حياة. في الهواء، في المادة، في الفكر، في التفاحة. يعني ايه فرق بين الطاقة والروح؟ حلو قوي الكلمة دي، الكلمة دي مهمة. عايزين نقول الآتي: بعقلنا الفيزيك المحدود ما نقدرش نوصل لمعنى خطير زي الروح، فبيظهر لنا بالشكل اللي نقدر نفهمه في عالمنا ومعيتنا وفكرنا، فنقول عليه طاقة. ولكن الطاقة مش عبارة عن تردد، مش عبارة عن موجة بتطلع بفريكوانسي وتنزل تاني، لا. الطاقة هنا معنى أكبر وأعظم، لأنها خارجة من مين؟ خارجة من الروح. هو ده نفس المفهوم اللي دكتور سيد اتفضل يتكلم عنه من شوية. الروح بتبدأ تاخد جسد، والجسد ده بياخد خبرة، والخبرة بتعلم الروح إنها قوية ومن أصل النور. ترجع للخبرة دي، مش هنقدر نوصل لهذه المعاني من غير ما نشغل ده ونشغل ده. ليه أنا بحاول قدر الإمكان أفهم اتجاه الريح، المكان اللي جاي منه الريح؟ ليه التفاحة نزلت وقعت؟ ايه الكهرباء اللي في السلك؟ ده هو اللي هيفهمني يعني ايه طاقة، وبالتالي هيفهمني ماهية الأمور الماورائية اللي بحاول بكل قوتي نفهمها، لأن عيني مش قادرة تشوف، عيني مش قادرة تشوف. جميل. يبقى إذن لازم نبدأ نفعل الحركة في حياتنا، لأن الحركة هو مظهر مهم وقوي للطاقة أو للروح. إيه اللي يقدر يخلينا نتأمل بصورة قوية جدا علشان نفهم ماهية الحركة؟ هنقدر نعمل ده لما نتكلم عن خمس عناصر، ونشوف الخمس عناصر دول بيتحركوا ولا لا. خمس عناصر هما الآتي: الزمن، المكان، الضوء، الفكرة، العاطفة. إذا استطاع الإنسان أن يتأمل في حركة الزمن، في حركة المكان، في حركة الضوء، في حركة الفكرة، في حركة العاطفة، يستطيع أن يعي قوانين الطاقة، أن يعي المفهوم اللي احنا بنقوله أن الحركة هي صفة الروح. نتكلم شوية عن أول عنصر اللي هو الزمن. إيه هو الزمن؟ الزمن ببساطة هو مسطرة، أداة قياس، أداة قياس للحركة. لو أي كتلة معينة أو جسم معين بدأ يتحرك، ببدأ أقيسه عن طريق الزمن. وما دام الزمن أداة قياس للحركة، يبقى ما ينفعش إن أنا أديله صفات الحركة. إذا كان هو اللي هيقيس الحركة، يبقى ينفع أعتبره متحرك؟ الزمن ببساطة ظهر كالآتي: حركة مجموعة كواكب، شمس وكوكب بيلف حواليه. كوكب ده لف بسرعة، اليوم بيخلص بسرعة. اليوم خلص بسرعة، يعملوا 6 ساعات، 7 ساعات، الثانية تلاقيها أقل. والله لف ببطء، الثانية تلاقيها أكتر. حاجات قياس، الزمن مش موجود. الزمن هو عبارة عن مسطرة بقيس بيها مين؟ حركة.
الحركة هنا المقصود بيها حركة النجوم والكواكب حول بعض. إذا كان ده أداة قياس يبقى ما ينفعش أقول إنه بيتحرك. أما الدقات بتشتغل أهي، أنت هتتجنن علينا ليه؟ دقات شغالة ثانية دقيقة. لا، ده أداة قياس عاملها لك علشان أقول لك إن الحركة موجودة، تقيس الحركة، إنما الزمن نفسه ما يتحركش. عشان كده في واحد زمان قوي رائع جدا اسمه تحوطة، قال عايز تفهم الحقيقة دايما خلي الزمن بصفر. من أهم القواعد اللي قالها تحوط، قال كده: حتى تعرف الحقيقة عليك أن تتأكد أن الزمن بتساوي صفر. جات منين يا عم تحوط؟ جات من الكلام اللي احنا بنتكلم عليه. الزمن هو عبارة عن مسطرة بتحدد الحركة. لا، أنا هوقف كل حاجة، هوقف الكوكب، هوقف الشمس، هوقف كل الدنيا، يبقى المسطرة اللي لازمة ملهاش لازمة. الزمن هو شكل من المقياس، أداة تقوم بقياس الحركة. لا يمكن افتراض أن الزمن يتحرك. الزمن في الحقيقة بتساوي صفر. الزمن هو وهم، مش لكل شيء حولنا، وهم تم صناعته حتى يعبر عن الحركة. في رحم خلق الحركة الزمن يساوي صفر. تاني عنصر مهم جدا، المكان. في الرحم اللي بيتخلق فيه الحركة المكان فيه متردد جدا بشكل هلامي، مفيش نقطة واضحة تقدر تكون فيه. أنا هنا أقدر أحدد إن المسافة بيني وبين دكتور سيد كذا سنتي، إنما لما بدخل في الرحم مقدرش أحدد. ممكن شعور معين عند دكتور سيد يبقى بعيد عني آلاف الأمتار، وشعور تاني خاص بدكتور سيد يكون أقرب مني من نفسي. هل في مكان هنا؟ هل في بعد؟ مفيش بعد. لما بتكلم في الطاقة البعد بياخد شكل مختلف تماما، وبالتالي ما ينفعش ان انا اخد الابعاد المكانية واخليها مقياس لي. زي مين؟ زي السماء. النقطة دي مهمة نتكلم فيها تاني. المشاعر، العاطفة، الافكار لا يحدها مكان ولا يحدها زمن. لو قدرت أقرب من الطاقة لازم أخلي بالي إن الزمن والمكان وهميين جدا، مش حقيقيين. ممكن في ثانية الحالية اللي أنا قاعد فيها دلوقتي أتخيل نفسي وأنا طفل قاعد في وسط خضرة. هل المكان له معنى؟ ملوش معنى. طاقة الروح حرة لدرجة تستطيع أن تخترق الزمن وتخترق. ضوء، ثالث عنصر نتكلم عن الضوء. الضوء هو الحقيقة، النور هو الحقيقة. احنا كل شوية كنا نتكلم عن الحركة، صح؟ حاجة تتحرك، عارفين ايه هي الحاجة اللي بتتحرك؟ هي الضوء. احنا ضوء. ضوء جاء من ملايين السنين في صورة انفجار كبير بنسميه البيج بانج. البيج بانج هو عبارة عن انفجار ضوئي، أنوار، حاجات كتيرة كانت بتضرب في بعض طلعت نور سريع. النور ده بدأ يتباعد ويحصل له عملية إصهار في صورة مادة، شوية كربون، شوية مغنيسيوم، شوية نيتروجين، شوية أكسجين، مجموعة علاقات تانية بعد ملايين ومليارات السنين مع حركة. مع مين؟ مع حركة بانج، حركة مهمة. بدأ يبقى فيه لأول مرة بذرة عندها ذكاء، وهذه البذرة تعبر عن نفخة الروح. نفخة الروح بدأت تكبر بقى لها جسد. الجسد فهم ان اصله من زمان قوي
من قبل البذرة، من قبل النيتروجين، من قبل الأكسجين، كان أصله انفجار كبير مسميه طوبة. فعلا الإنسان نور، على الإنسان أن يرى ذلك ويفهم ذلك ويعي ذلك، يعي أن كل شيء بداخله هو نور. هذا النور أتى من زمن بعيد أو من لحظة معينة الزمن فيها مقياسه ما نقدرش نقول ليه مقياس. الضوء لما بيتحرك بيوجد فكرة، الضوء لما بيتحرك بيوجد عاطفة، العاطفة والفكرة بينسجموا انسجام رائع ليكونوا وعي، ليكونوا حركة. وبالتالي الضوء هو العنصر الرئيسي الموجود والذي ينتج التغير فيه إلى ما نطلق عليه خلق الشكل. الشكل هنكتشف لعبة صغيرة جميلة كونية، حقيقة جميلة كونية، أن النور هو نفس الحركة. مش بس النور هو الحاجة اللي تتحرك، لا ده هو الحركة. النور هو الأصل والنور هو الحركة ذاتها. ليه سرعة النور لازم تكون ثابته؟ لأنه هو أصل الحركة. الضوء هو أصل الحركة. قاعد يدرس شوية، يفحص شوية، لأنه لو زاد أي جسم عن سرعة الضوء بيوصل لحاجة بسميها الباست، بسميها الماضي. لو قل بيبدأ يتحرك في أفق مختلف. سرعة الضوء ثابتة، يبقى إذن هذا الثبات يديني معنى واحد، أن الضوء هو نفسه الحركة. الضوء هو نفسه الحركة. وبالتالي زي ما احنا بنقول أن الحركة هي صفة الروح، نقدر نقول النور هو صفة الروح. اتحركنا من معنى أول وهو الحركة إلى معنى آخر وهو النور. الفكرة، الفكرة أو العاطفة هي فرق الجهد الذي يزيد أو ينقص فيحدد الحركة. ده هو ده فرق الجهد؟ أه هو الفرق الجهد. كل ما الإنسان زادت عنده أفكاره، زادت عنده عاطفته، بس مش زادت بس، لا وقلل كمان، لأن القطبين جواه، القطبين جواه الحركة هذه. من المهم قوي ان الانسان يجرب يفهم اقصى اليمين واقصى اليسار، لان هو ده المجرى اللي هتتحرك فيه الحياة. لازم يبدأ بعقله او بمعنى الاصح وعيه يحتوي الافكار ويحتوي العاطفة، يجرب، يجرب كل شيء. التجربة هنا عامل التجربة، عامل الحياة. السبب الأساسي اللي لازم الروح تبدأ تاخدها علشان تفهم تجربة الحياة. التجربة والحياة هي مجموعة من الأفكار ومجموعة من المشاعر، يجب على الإنسان أن يقوم بتجربتها. لما بيجربها بيحصل إيه؟ بيعلي الجهد، بيعلي فرق الجهد، بيعلي القطبين، القطب الموجب والقطب السالب، والحياة بتبدأ تتدفق من الموجب. يبقى إذا وصلنا للآتي، وصلنا أن الطاقة ليها مفهوم خاص، مفهوم رائع. في الطاقة على الإنسان في تأمله أن يدرك أن الزمن متساوي صفر، أن المكان متغير بصورة كبيرة، أن العنصر المتحرك هو النور أو الضوء، وبأن الأفكار والعاطفة هي فرق الجهد، هي القوة الدافعة اللي هتحركه علشان يفهم الطاقة، علشان يشعر بالطاقة، علشان يعيش الطاقة، عشان يعيش الحياة. طيب يبقى إذن في الرحم اللي احنا بنسميها رحم الطاقة جوه الذرة، رحم الطاقة في الثقوب السوداء، في أمور بتحصل كتير جدا. الأمور دي ببساطة يا جماعة هي تفاعلات، تفاعلات أفكارنا، تفاعلات عاطفتنا، عاطفتنا احنا؟ عاطفتنا.
الكون مش هو السبب واحنا النتيجة. لا، ما تمشيش كده. الكون واحنا السبب والنتيجة. الكون بيتطور، الكون بيكبر، مش بيكبر بس عن طريق ذرات بتنفصل، لا، عن طريق فهمنا ووعينا. كل ما وعينا زاد، كل ما طلبنا الحياة بصورة أكبر، كل ما الكون استجاب وبدأ هو أيضا يزيد ويكبر، يتغير ويخلق، يخلق فوق نشوف تحت، نفكر تحت يخلق فوق، لأن النور لا يحد مكان والنور لا يحد زمن. جميل. طيب، عايزين نبدأ نطبق ده في حياتنا. تطبيقات بسيطة ممكن نبدأ نعملها في حياتنا نطبق بيها الفكرة اللي احنا بنتكلم عنها. الفكرة بتنتقل دايما عن طريق نبضات كهربائية في الجهاز العقلي، وبالتالي ترتبط حركة الأفكار وتذكرها بالشحنات المختلفة بجسد الإنسان. ندخل بقى بصورة عملية شوية. واضح جدا إن العقل البشري، المخ الإنساني، بيتبع ميكانيكية خطيرة جدا، وهي ميكانيكة الشحنات. الفكرة بتتنقل في المخ البشري عن طريق نبضة بلس كهربائية من نقطة لنقطة تانية. وما دام في بلسات، في بلس كهرباء بيتنقل من نقطة لنقطة تانية، يبقى دي برضو بتطبق او بتأكد حاجة مهمة جدا، ان فكرة ليها علاقة بالظبط كده، ليها علاقة بالنبضات بالشحنات بالاختلاف بين الزائد وبين النقص. علميا وجدوا ان حتى المخ البشري الانسان مقسم لنصفين. نصف بيقوم بالعمليات اللي بنسميها العمليات الابداعية اللي هو القسم اليمين، والنص الثاني بيقوم بالعمليات الرياضية اللي هي القسم الشمال. يبقى اذا الافكار هي حركة، الافكار هي حركة بين اليمين وبين الشمال. في ثقافتنا اعتدنا استخدام كلمة مشحون برضو، يعني برضو الكلمة دي مجتش من فراغ. البني ادم في ثقافته بيبدأ يرتاح للحقيقة ويرددها بدون معرفته ليها، زي ما قلنا حركة بركة. بنقول برضو احيانا كلمة انا مشحون. يعني ايه مشحون؟ هو بطارية. برضو كلمة مشحون هنا ليها معنى، ومعنى خطير جدا، ان الانسان مرتبط بطاقة ما، قطب ما، قطب موجب او قطب سالب، مر بضيق نفسي ما، مر بتجربة فكرية ما، فبيبدأ يفرغ الشحنة. وهنشوف مع بعض ايه الطرق اللي ممكن نستخدمها علشان نفرغ الشحنة. زمان ناس كتير جدا كانوا بيقولوا ان المية دي مهمة قوي لغسل الجسم، لازم الانسان يغسل نفسه بالمية. ليه يغسل نفسه بالمية؟ بيغسل نفسه بالمية علشان ينزل كل الشحنات اللي عنده، كل الشحنات اللي عليه تتقل ما تكونش موجود. مهم جدا ان الانسان يكون في حالة بسميها حالة النيوترال او الحالة المعتدلة، علشان ما يكونش متصل لا بشحنات موجبة ولا بشحنات سلبية. ده تأثير المية، والمية لها تأثير خاص جدا. مهم جدا ان الانسان يستخدم المية علشان يبدا ينزل كل الشحنات اللي عنده. يبقى اذا حاله اتزان او حاله النيوترال للجسد قد يصل ليها الانسان عن طريق الاغتسال بالميه. نجد معاد دي الهه رائعه جدا، او معاد الهه العدل، الهه القضاء، الهه الروعه في التنظيم، وبتدي في ال 42 وصيه ليهم اغتسل. نعم، اغتسل. حاجات صغيرة قوي ومهمة قوي. الاغتسال داخليا وخارجيا من اهم العناصر اللي بيبدأ تغسل البني ادم من الشحنات الخاصة بيه. شرب كوب من الماء الصافي من العادات الهامة اللي على الانسان انه دايما يبدأ يستخدمها ويستغلها علشان يبدأ يعمل غسل. زي ما انا بغتسل من الخارج لازم اغتسل من الداخل. حركة. الرياضات المختلفة تقوم بتحريك الشحنات في دائرة تتيح للجسد أن يقوم بالتخلص من تلك الشحنات. حركة مهمة جدا. الحركة مش بتخلص الإنسان من الشحنات، لا، الحركة بتساعد الإنسان أنه الشحنات تدخل في دائرة جوه جسمه فيستفيد بها الجسم. وفي الحالة دي الجسم برضو بيكون نيوترال، الجسم بيكون متزن.
زمان القدماء عرف بطقس نسميه طقس الاغتسال في البحيرة المقدسة، حتى يستطيع الإنسان الحصول على الروح العليا التي تمكنه من الميلاد في الحياة. زمان في مصر القديمة وفي بعض الأديان الأخرى كان لازم على الطفل يتاخد كده ويتغطس في المية، يتحط في المية أو يتحط في النهر المقدس. إيه علاقة المية بالنهر المقدس؟ القصة ببساطة إنه علشان يتولد من جديد لازم يبدأ يغسل نفسه. هذا الغسيل يمكنه من دخول بوابة جديدة، هذه البوابة هتوجد حالة النيوترال أو حالة الاتزان لجسد ونفس وروح الإنسان. زمان مصر القديم عمل حاجة ظريفة جدا، جاب عصاية كبيرة جدا، مش متذكر اسم العصاية دي، كانت عصاية ملكية. العصاية دي كان متقسمة لنصين، نص خرسين ونص نحاس. كان دايما علشان ياخد قرار حقيقي، الملك عشان ياخد قرار حقيقي بيبدأ يضرب بالعصاية في الأرض. اللي بيحصل الآتي، بيحصل إن العرق اللي موجود في كف الملك بيوجد نوع من أنواع الاتصال بين القطب الخرسين وقطب النحاس، فبيكمل الدائرة الكهربائية، هو عمل إيه هنا؟ حرك الشحنات، تحت بيتصل بالأرض، فبياخد الشحنات بتاعت الأرض ويمرر شحنات الأرض في جسمه، وهذه الحركة هي في حد ذاتها حياة، هذه الحركة هي طاقة. يفضل أن يتأمل الإنسان الطبيعة وهو عاري القدمين عند السير في الطبيعة، ويرى أيضا المتأمل أن يقوم بلمس سطح النباتات العلوي حتى يشعر بتأثير تلك الشحنات. وده حقيقي، نجد أن في متأملين كتير جدا يجي جنب النبات ما يمسكش النبات، من تحت، لا، يمرر ايده في السطح العلوي للنبات ده. ليه؟ عايز يبدا يمتص الشحنات اللي موجوده على النبات ده. هذه الشحنات بتوجد حاله حركه بين الشحنات اللي موجوده في النبات والشحنات اللي موجوده فين؟ في ايده. ما دام اتوجدت حركه اتوجدت حياه، وما دام اتوجدت حياه يبقى اذا فيه هنا طاقه، فيه هنا روح. وبالتالي جسد الإنسان الفسيقي هو بطارية تحتوي تلك البطارية على شحنتين مختلفتين، واحدة موجبة والثانية سالبة. تتحرك الأفكار والمشاعر بين القطب الموجب والسالب، وتتسبب تلك الحركة فيما نطلق عليه حياة. قطع خطوط الاتصال بين تلك الشحنات يسبب ضرر بالغ في الإنسان. كلما زادت الحالة التنويرية للإنسان زادت الحركة، كلما تنور الإنسان زاد التدفق، وبدأ القضبان في العمل بصورة حقيقية. الإنسان هو بطارية، الإنسان عبارة عن بطارية فيها شحنتين، فيها قطبين، قطب موجب وقطب سالب. لو زود القطب الموجب وزود القطب السالب من غير ما يكون فيه مسار يمشي فيه الطاقه من موجب للسالب، يبقى اذا الانسان ده ما عملش حاجه، لازم يكون فيه مسارات، من خلال هذه المسارات تنتقل الطاقه، تتحرك من قطب الى قطب. ده بيحصل فين؟ بيحصل في الحياه. شحنه سالبه زي الحزن، له شحنة سالبة. القلق له شحنة سالبة. الإبداع، له شحنة سالبة. التخيل، هل التخيل له شحنة سالبة أم موجبة؟ التخيل له سالبة، الظلمة، القمر، الفوضى، الشتاء، البرودة، والزمن. احنا قلنا من شويه ان الزمن بيساوي صفر، على الارض الزمن مش بيساوي صفر، الزمن موجود، لازم ابدا اتعامل معاه. في البدء الزمن بيساوي صفر، انما على الارض لا، الزمن ليه مكان. نحط الحزن بطاقه سلبيه، مش طاقه سلبيه او شحنه سالبه، يبقى اذا هي شحنه منفره، هي شحنه شريره، مش حاجه اسمها شريره. السالب والموجب لازم يكونوا موجودين، انا بطاريه،
الموجب ما ينفعش غير السالب، والسالب ما ينفعش غير الموجب. يبقى اذا الحزن، القلق، الابداع، التخيل، الظلمه، القمر، الفوضى، الشتاء، البروده، الزمن، كل دي عناصر خاصه بالشحنه السالبه اللي لازم الانسان يصنفرها كويس، يجربها كويس. حاضر حضرتك، نقول بس الشحنه الموجبه ونبدا نشوف القصه دي. الموضوع الشحنه الموجبه هي العناصر الاتيه: الحزن عكسه الفرح، القلق الثقه، الابداع عكسه الانتاجيه. تخيلي الانتاجيه، كل ما انسان عنده برودكتيفيتي اكتر، ينتج اكتر، كل ما هيكون مبدع بصوره اقل. ليه؟ لانه عايز قالب واحد يشتغل عليه. المبدع لا، كل ما يعمل اكس عايز اكس واحد، اكس اثنين، اكس ثلاثه، حاجه جديده. المنتج لا. عشان كده الابداع واخد شحنه سالبه، بينما الانتاجيه واخده شحنه موجبه. موجبه. يبقى الانسان علشان يبدا يشحن البطاريه بتاعته ما ينفعش يعيش مواقف ما فيهاش حزن. لازم يجرب القطب السالب، الحزن، وفي نفس الوقت يجرب القطب الموجب، الفرح. لو جرب القطبين فقط يبقى ما عملش حاجه. مطلوب، المطلوب ان يفهم ليه حزن ويعمل ايه بعد حزنه، ليه فرح ويعمل ايه بعد فرحه. دي حاله التنفيس، السلك الصغير اللي هبدا اوصله بين الحزن وبين الفرح. اول ما السلك ده يجري فيه التيار، اول ما الانسان ده هو يبدا يعيش الحياه، القطبين مش هيبقى ليهم اهميه. الدايره اتقفلت. لما الدايره تتقفل لا الحزن يهمه ولا الفرح يهمه. ايه اللي يهمه؟ ان دايما يكون في تيار، دايما يكون في تيار ماشي في السلك بين الطرف الموجب والطرف السالب. وهي دي الحياه. الحياه ان الانسان ما يهتمش لا بالموجب ولا بالسالب. لا الحزن هو الصح ولا الفرح هو الصح. الصح ان الانسان يكون دايما حي بين الحزن وبين الفرح، يصل بين الحزن والفرح. كلما ازداد وعينا بتلك العناصر واختبارها بصورة عميقة، كلما زادت القوة الدافعة لتلك الشحنة، مما يؤدي إلى نشوء تيار نطلق على هذا التيار الحياة. ملخص المحاضرة بتاعتنا النهاردة إن الإنسان لازم يكون دائما وأبدا متعادل. دائما وأبدا متعادل، متزن. حالة الاتزان هنا مهمة جدا، والتناغم هنا مهمة جدا. ولكن هذه الحالة من التناغم لا تأتي إلا بعد أن يختبر الإنسان قطبين، قطب الموجب والسالب، قطب النور وقطب الظلمة. يعرفهم، يفهمهم، ويكون خبرته، الخبرة اللي هيقدر يطلع بيها ويقول لحد ما أنا فهمت، لحد ما أنا عرفت. الاتزان والتناغم هو الأهم. الاتزان والتناغم يدل على تدفق الحياة. يجب على الإنسان أن يتخلص من سكن الحزن والقلق، ولا يبحث عن المتعة والسعادة، لأن في ذلك أيضا حالة من عدم الاتزان. يجب أن يكون الإنسان منضبط، نظيفا من الخارج، نظيفا من الداخل، لأن السر يكمن في طريقة عمل البطارية وليس في قطبها الموجب والسالب. لا يرتبط بالماضي ولا يهتم بالمستقبل، يرتبط دائما بالحياة، يرتبط باللحظة الآنية، باللحظة اللي نعيش فيها دلوقتي، ونطلق عليها كلمة الآن. دائما على علم بأن الزمان والمكان يتفاعلان مع الفكر. الفكر مش هو المهم، المهم هو حركة الفكر، لأن في الحركة طاقة وفي الحركة بركة. يجب أن يكون متفاعلا مع حركة الحياة، لأن حركة الحياة هي الأهم. يجب أن لا ينفصل
عن الوعي العالمي. لما الإنسان بيدرك قطبين بيبدأ يحط نفسه كبطارية بصورة مقبولة في التمبلت الكبير، في اللوحة الكبيرة اللي فيها كل البطاريات. لما يحط البطارية بتاعته بصورة وبقبول بيبدأ ينسجم مع الروح اللي احنا بنسميها روح العالم، روح الكون، أو اللي احنا اتكلمنا عنها وقلنا عليها الوعي الكامل. شكرا للمحاضرة.